إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفؤا أحد في الذات والصفات والأفعال، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي أولا بتقوى الله عز وجل، والمسارعة في الخيرات والأعمال الصالحات، واغتنام النفحات الربانية المباركة قبل حلول الممات. وبعد، فمتابعة للجمعة الفارطة التي خصناها لبعض العبر والعظات والدروس من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه الهجرة التي شكلت تاريخاً لأمة الإسلام، والأمم القوية المرهوبة الجانب هي التي تؤرخ لتاريخها بأحداث عظيمة. ما كيأرخوش بالهزائم كما كنأرخو حنا. حنا هزيمة 67، هزيمة كذا، ولا عام الجوع، ولا عام كذا، ولا عام ديال الهروب، عام ديال الهروب، حنا الآباء ديالنا كيعرفوا عام نطاوريوي، كان عام 1921 فاش وقعت المعركة ديال عبد الكريم مع الإسباني، وقع الهروب. المسلم ما كيهربش، وما كان أرخ ما ينبغي نأرخو للتاريخ ديال الأمة بالهروب. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتالنا ومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ورحمه. إحنا ما نأرخوش بالهزائم. شوف، المسلمون أرخوا بحادث الهجرة، هجرة المصطفى فرقت بين الحق والباطل، وكانت بأمر الله. طيب، رافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، لما وصل إلى المدينة قلنا كان كلام النبوة يشيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدر منه كلام طيب مبارك. تأنى عبد الله بن سلام، قال لك ملي كان كيشوف في النبي صلى الله عليه وسلم كيقول له نشوف واش هذا وجهه كذاب ولا وجه ديال النبي بصح، وقرا التوراة، قرا الانجيل الى اخره، هو قرا يعني الصحيفه ديال التوراة اللي ما محرفاش وكيعرف. قال لك فكنت في من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم اندس في الناس وكيشوف، قال لك شفت الوجه ديالو، والله ليس بوجه كذاب، وجه رسول، وجه نبي، كما لقاه التوراة عندهم في الانجيل، راه عندهم في التوراة وفي الانجيل قسمات الوجه، تعابير ديال الوجه ديال النبي صلى الله عليه وسلم معروف كما كنعرفوها حتى حنا في كتب الشمائل والسير والمغازي، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش داير، أبيض مشرب بحمرة،
وردي وجنته ما شاء الله اختاره رب العزة والجلال. قال لك عبد الله بن سلام ولكن بغيت نتأكد أكثر واش هو ولا مش. قال لك شتو الختم ديال النبوة. ثم قال وكان أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حشد من المهاجرين والأنصار قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. مشكاة النبوة ما أعظمه من كلام. أفشوا السلام أفشوا السلام. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم؟ أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام إفشاء السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام مواساة الضعفاء. أن تعطي اللقمة وتضع اللقمة في الأفواه الجائعة. حال من الناس ما عندهم ما يأكلون ما عندهم ما يشربون. حال من مريض شيخ كبير هارم ما عنده باش يشري الدواء. حال من أرملة مات زوجها ولا من يعيلها ويعولها إلا الله سبحانه وتعالى عز وجل. وأطعموا الطعام وأطعموا الطعام. إلى أن مسألة ديال العبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى خلها في التالي. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. سبب ما بينك وبين الناس إفشاء السلام وإطعام الطعام. إفشاء يعني خير الأعمال إلى الله ما كان متعديا ماشي لازم. ما معنى متعدي؟ الخير دياله ينتقل إلى الآخرين. إفشاء السلام هذا خير ينتقل إلى الآخرين. إطعام الطعام أنت تطعم الأفواه الجائعة وتكسي العراة من الفقراء والمساكين والدراويش. هذا خير يتأدى إلى الغير. لكن مسألة ديال الصلاة لازم بالنسبة لك انتظر بينك وبين الله سبحانه. لكن أصلح ما بينك وبين الناس. جيرانك تعهدهم الفقراء الأيتام الأرامل. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في دار الهجرة قام بأمور ما أعظمها من أمور. لأنه يرسي دعائم الدولة يؤسس لدولة الإسلام الحضارة المدنية التي شع نورها على الشرق والغرب على أوروبا. آخاء بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون من اللي تركوا سمحوا في الأهل ديالهم والمال ديالهم والتجارة ديالهم وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لوحد البقعة يعني استوحشوا فيها حل قمتوا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يدعى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يا ربي اش تقيد الحرم المدينة يجن بقعة اسم تعجب الصحابة ينو اتيري محبوبة أنه شاهد هو المحبوبة غاية لأن فيها هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمد غيث وعو في من غش غن وعو في من غش ولد من غش ولد. إنش كان من أغرب ما وقع في حادثة الهجرة تسابق الأنصار على استضافة المهاجرين. قال لك وما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة إلا بقرعة. يعني كثرة ديال المهاجرين كان يقابلها إيثار من الأنصار. يعني من يتغيث المهاجرون زي مكة يكذب النبي صلى الله عليه وسلم هاجر سقبلنت الأنصار
إيثار ما أعظمه من إيثار. هذه قيم نبيلة ينبغي أن تكون أن تسود مجتمعاتنا، قيم إيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأنصار آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا معهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيم جدا، كانوا أرق أفئدة، وكانوا يعني الحمد لله بذلوا مهجهم في نصرة دين الله، وما عندهم كانوا يخدموا في التجارة، يخدموا في الفلاحة، عندهم النخيل، لأن المدينة كانت عبارة عن واحة فيها شوية ديال المجاري ديال المياه الجوفية، وفيها النخيل بزاف. هذا أبو طلحة الأنصاري كانت عنده واحد الحائط، شنا هو الحائط؟ فيرما، واحد الفيرما سميتها بيروحاء. بيروحاء كان فيها واحد البير، كيجي النبي صلى الله عليه وسلم تما لعذوبة مائها، كيجيب لهم كيسقي لهم الماء، كيجيب لهم المأكل والمشرب، وفيها 600 شجرة ديال النخيل. واحد النهار قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا امرؤ ذو مال، أنا لبس عليا، وأردت أن أتصدق بصدقة بأحب ما أملك، وأحب ما أملك هاد الفيرما ديال بيروحاء، بغيت نتصدق بها في سبيل الله. قال له: أرى أن تتصدق بها على قرابتك، تصدق بها على القرابة ديالك، بنو عمومتك، أتكون أولى، أتكون لك صدقة وصلة رحم. قال: فتصدق بها في سبيل الله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى المسجد النبوي، مسجد قباء، بناه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكان عبارة عن بناء بسيط، واحد البناء بسيط. أنقل لكم الصورة ديالو، صورة تقريبية، وصل السقف ديالو من اللي وصلوا يديروا له السقف، شحال غادي يعليو فيه؟ سقسوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كيفاش غنعليو؟ شحال غنعليو كاع؟ واش كيما كنديروا حنا دابا هنا؟ مع ان هادشي مطلوب مزيان، ما عادش دابا كنقولوا على المسجد النبوي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: جعلوه كعريش موسى. فينش قدام أمس عيش سيدنا موسى وعمني تغاي يعبد ميتو كعريش موسى، إن شو عريش موسى يعني خم مده بدمه أتحادي السفوس، فزقام أتحادي السفوس، ما شاء الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بناء النفوس التي تتحمل هم الدعوة، كان يبني النفوس، كان يبني أمم، بنى أمة اسمها أبو بكر، أبو بكر أم، بنى أمة اسمها عمر رضي الله عنه ورضي الله عن أبي بكر، بنى أمة اسمها عثمان رضي الله عنه، بنى أمة اسمها علي الخلفاء، ثم تمام الصحابة من المهاجر، كان يبني النفوس. لكن نحن لما عجزنا عن بناء النفوس عوضنا عن بناء النفوس ببناء الجدران، مع أن أمر مرغوبته مزيان، بنيو المساجد، بناء المساجد مليح، المساهمة فيها أمر مرغوب، وهذه النفوش النجن تدل الأدلة الشرعية على أن أسخى بنادم واللي غيساه من دي بيوت الله. يدخل الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، الأئمة كذلك، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، يوين أدل على أن ونيدان رمخيا يوذان ينفقا في سبيل الله وني تعاونا غا بيوت الله بن بيوت، لأن ونيدان رسخيني شاء. بنى
آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، فكان أمة واحدة. قبل ذلك أخى بين الأوس والخزرج، وتغى الأوس والخزرج منغام، ثم أخى بينهم وشكل منهم ما يعرف بالأنصار. والأنصار اسم ممدوح، المهاجرين اسم ممدوح وليس اسم للتفريقة كما نفعل اليوم، لكن حينما يراد منه التحزب فأمر مذمور. يجو ما يوقع يجو من غير جاء المهاجرين غل أنصار، يروح دي عمال مهاجري شوية وامان يرحق دخل الأنصار، يمشي عند واحد العين ديال الماء سبقت ما المهاجري بقى كيسقي. جاء الأنصاري، الأنصاري هو من سكان المدينة، قال له حنا اللي غادي نعمروا الوالد، حنا مالين البلاد مالين المدينة. قال له ولكن أنا سبقت، أنا خصني نعمر، أنا اللي سبق هو اللي غادي. لا والد هذا بغيتو تجريو علينا من كذا كذا. فصاح الأنصاري قال يا للأنصار، وصاح المهاجري قال يا للمهاجرين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ واش كتغوتوا بالغوات ديال الجاهلية؟ يعني لما استعمل الأنصار واسم المهاجرين في غير موضعه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة جاهلية. والله سبحانه وتعالى يقول المهاجرين والأنصار ذكرهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مزيان، لكن لا ينبغي أن يستعمل في التحزب والتشرذم وتسمي كل جماعة بالاسم ديال هذه جماعة كذا جماعة كذا جماعة كذا. لا، أمة واحدة من غير تفرقة ولا تحزب ولا تشرذم ولا تشيع ولا تمذهب. لا، دعوها فإنها منتنة منتنة. آخى بين الأوس والخزرج شكل أنصار، ثم آخى بين الأنصار والمهاجرين، ثم بنى المسجد مسجد قباء ليكون مكانا للمشاورة ومكانا لإعداد بحال واحد البرنامج، لأن دابا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قائدا للمسلمين يؤسس ركائز دولة الإسلام. حنا ملي كنقولوا دولة الإسلام دولة النبي صلى الله عليه وسلم كنقصدوا شي حاجة أخرى من الخوارج والفتانين والذين يقتلون الأبرياء ويقتلون المسلمين عياذا بالله. كنذكروا أشرف نموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسى دعائم مدينة الإسلام في المدينة المنورة. ثم بعد ذلك شكل ميثاق المدينة، واحد الميثاق. المدينة راه فيها بزاف ديال الناس، فيها اليهود فيها المسلمين، فكان أن أسس النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف بميثاق المدينة أو معاهدة المدينة. شوف شوف قال فيها نذكر أربعة ديال البنود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهم الحق لليهود. اليهود كانوا من سكان المدينة، مش غادي يجري عليهم؟ ما يجريش عليهم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة المدينة: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، لا إكراه في الدين، خلي اليهود يمارسوا الشعائر الدينية ديالهم والتعبدية ديالهم. مزيان، في إطار واحد الاحترام، ما تعدوا علينا ما تعدوا علينا. مزيان، بلا ما نلتجئ الأمم المتحدة. القيم النبيلة أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. ثم قال في الثالثة: إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، معنى أنهم سيتحدون إن تعرضت المدينة لغزو، سيتحدون.
إن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. ثم قال في الرابعة: إن بينهم النصر والنصيحة والبر دون الإثم. واحد أخلاق فاضلة، النصر والنصيحة والبر، يعني ماشي الغدر والخيانة والخداع، لا، النصح والنصيحة والبر دون إثم دون معصية. قال في الخامسة: وإن النصر للمظلوم لا يظلم رجل في المدينة، ما خصوش تظلم. ثم قال في السادسة وهي الأخيرة: وإن لليهود وأن اليهود لا يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. معنى أنه إذا أخل اليهود بشرط من شروط ميثاق المدينة فقد يكونوا قد أحلوا بأنفسهم العقاب، عقاب الله تبارك وتعالى عز وجل. ما أروعه من ميثاق أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى عز وجل. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم اجعلنا من الذين يستمسكون بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واجعلنا لهذا الخير أهلا. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثر سنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واشكروه على سوابغ أفضاله وجزيل نواله وترادف مننه وآلائه وأنعامه. وتعلمون بأن الله قد أهل علينا هلال المحرم الحرام، فاتحة سنة الهجرية 1436. فهذا الشهر شهر مبارك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على بذل الخير للغير، ويحث فيه على الصيام، لا سيما اليوم العاشر منه، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، يعني نهار 15 في محرم الحرام يتسمى عاشوراء، ولكن عاشوراء ديج من نهار ينجز يصاب بالعالمين سيدنا موسى زي فرعون، ينجز الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم، ليس تسن خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه أدى الشكر من نهار النيل، لأنه تربطه بإخوانه من الأنبياء آصرة العقيدة، هدفهم واحد الدعوة إلى توحيد الله، ومصدرهم واحد أنهم يتلقون عن الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، هدف واحد الدعوة إلى توحيد الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقومه لقريش: قولوا كلمة واحدة. قالوا: اجعلها عشر. قال: إنما هي كلمة واحدة تفلحوا. قالوا: شنو؟ قال لهم: قولوا لا إله إلا الله ولكم الجنة. قالوا: كيف أجعل الآلهة إلها واحدة؟ قالوا: كيف يسع الناس إله واحد؟ احنا كندعيو هذو كيدعيو هذو وهذو كيدعي عندهم الرب ديالهم هذو كذا، الناس لا يسعهم إله واحد. لا، هذا شرك وكفر والعياذ بالله. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رغب
في صيام اليوم العاشر، وقد ورد عنه قولا أنه إن طال به الزمن يعني عاش للسنة القادمة لا يصومن يوما قبله ويوما بعده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء فقط، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تعارض الفعل والقول فالقاعدة تقول يقدم القول على الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم من صياغ التبليغ القول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والتبليغ أحيانا يكون بالقول، أبلغ من الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول إن عشت سنة لا أصومن يوما قبله ويوما بعده، مزيان. ثم يذكرنا كذلك هذه الأيام المباركة الناس الذين دأبوا على إخراج زكاة أموالهم، مع أن زكاة الأموال ليس لها وقت معين، واش تكون في عاشوراء ولا في محرم ولا لا، الصحابة كانوا يخرجونها في رمضان، الصحابة غصفوا عند الزكاة في رمضان، وتحبان أذيري زمان وتقن رخام. طيب من جرت العادة عنده أنه كيحسب الأموال دياله ولا الضيعة دياله ولا كذا ديال في الآخر في العام الهجري ولا في محرم ولا في عاشوراء، مزيان. طيب فعليه أن وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه من رواية عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والحديث حديث حسن صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يضيع ابن آدم الدين أوانيه وخماس مجرى ويشوفوا الزكاة والعياذ بالله ما كيخرج الزكاة. قال لك ما يفسده وما يضيعه الذئبان، إن شنين موش المدة تردوز انت أخذت نخيج انت حماس البايم إن شديت فاتك المارة تغذر نغات المار. طيب إن شمين ثاني تم خلوط حماس البايم مخلوط إن شو ولكن وايتك وإذا نشتمني الضياع وخمر وقرا إن شربايم الضياع انت وشن ذربايم وأنت يخرف ربي إن شو ولكن أخمر وقرا الضياع سيفة بالناس الدين، الدين يضيع له دينه. فعلى المسلم أن يخرج زكاة ماله ويعطيها للأفواه الجائعة والأصناف المستحقة للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فريضة من الله تبارك وتعالى. الحديث إن شاء الله نكمله في الجمعة المقبلة، صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يجتمعون القول فيتبعون أحسنه. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى عليه بملائكته وقال في ذلك قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم يا ربنا على الأربعة الخلفاء السادات الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الصحابة من المهاجرين والأنصار وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنك حميد مجيد. وفق اللهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه، وفق اللهم للخير وأعنه عليه، وقيد الله اللهم البطانة الصالحة التي تعينه في أمر دينه ودنياه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين المستضعفين في الشام وفي غزة. اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم من لدنك فرجا ومخرجا. اللهم انصرنا بالإسلام قائمين، وانصرنا بالإسلام قاعدين، وانصرنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اصلح شباب الإسلام، اللهم اصلح شيوخ الإسلام، اللهم اصلح نساء الإسلام، اللهم احفظ نساءنا وبناتنا من السفور والتبرج يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم ارحم بفضلك ورحمتك امواتنا واموات المسلمين اجمعين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم نقهم من الخطايا كما ينقهم الابيض من الدنس. اللهم اغسلهم من الخطايا بالثلج والماء والبرد. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا اذا سرنا الى ما ساروا اليه. امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.